اتفضلي. انا اتشرفت بيكي قوي يا دادو، مش كده؟ دادو اتفضلي. انا كمان كتير كتير اتشرفت فيكي مدام فوزي. اهلا وسهلا. بصي انا هدخل في الموضوع على طول. اولا انا عندي فيلم هيرجع السينما المصرية لزمنها القديم، للزمن الجميل بتاعها. الفيلم ده اسمه بلاش تبوسني في عينيا. وعشان كده انا اخترتك انت بالذات عشان دور البطولة. الدور ده محتاج فنانة شاملة. واو، انا؟ ايوه انت. انت هتغني وترقصي وتمثلي وكل حاجة، يعني انت هتفكري الناس بالسندريلا سعاد حسني الله يرحمها بقى. انا؟ ايوه انت. انت هتبقي السندريلا الجديدة وانا بقولها لك اهو. الحقيقة استاذة فوزية انا مش عارفة شو بدي اقلك. طب ما تقوليش ولا حاجة، انت تقري الورق بالاول وبعد كده هنتكلم في التفاصيل. يعني ده شرف كبير قوي قوي بالنسبة لي، يعني انه اشتغل مع مخرجة سيما مثلك وخلص خلص اعتبريني موافقة على الدور. اهو موافقة. بصي مع ذلك لازم تقري الورق بالاول ولازم برضو تتمرني شوية على اللهجة بتاعتنا، اللهجة المصرية. حاضر يا استاذة فوزية. اهو بقيتي بتتكلمي مصري كويس قوي. برضو لو عاوزاني هتكلم بالهيروغليفي. لا 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 لا، مش عاوزين غير انك تتكلمي بالمصري. يا وادي تقيل يا مشيبني يا، وانا بالي طويل وانت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني. يا وادي تقيل يا مشيبني يا، وانا بالي طويل وانت عاجبني. ازيك يا استاذة دادو؟ جامدة قوي. ازيك يا استاذة فوزية؟ مش ولا بد. ليه؟ كفى الله الشر. في اخبار مش كويسة. يا نهار اسود، اخبار ايه؟ معلش يا دادو، الظروف حكمت. خير يا استاذة، قلقتيني. الشركة المنتجة ستوب قررت توقف المشروع بتاعنا. ليه؟ قصدي شو السبب؟ الازمة المالية الاقتصادية، مش عارفة اقولك ايه، بس المشروع بتاعنا تأجل مش اقل من سنتين ثلاثة.